الشيطان عنده حقد قديم معنا نحن البشر، من أبينا آدم صلوات الله عليه وأمنا حواء، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يريد واحد واحد منا يجرنا إلى النار والعياذ بالله. الفرصة الأخيرة للشيطان لحظات الاحتضار، يعني هاي اللحظات تقرر أن الإنسان سعيد أم شقي، أن هذا الإنسان من أهل الجنة أو من أهل الجحيم. لذلك الشيطان في هذه اللحظات والعياذ بالله يركز جهده على أن يسلب إيمان المؤمن، يسلب إيمانه. وهنالك شيطان يقال له العديلة، اسم الشيطان العديلة. هذا الشيطان مكلف أنه واحد واحد من المؤمنين يجيهم في لحظات الاحتضار، يطرح عليهم الشبه، يطرح عليهم الإشكالات. إذا واحد مو قوي يتأثر فيسلب منه إيمانه والعياذ بالله. وهنالك دعاء مذكور في المفاتيح، دعاء العديلة، ودعاء يقال له أيضا رفع العديلة، دعاء رفع العديلة. يعني هذا الشيطان يبتعد عن الإنسان. هذا الدعاء دعاء العديلة مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان في تلك اللحظات إذا الآن ما يثبت إيمانه بالوجدان وبالبرهان، في ذاك الوقت يكون على خطر. أما إذا الإنسان الآن ثبت إيمانه، قوى إيمانه، رسخ إيمانه، الشيطان بعد لا سلطان له عليه. هذه من الأشياء المصيرية حقيقة، مش عادي صار أو ما صار، المهم أن الإنسان يثبت إيمانه حتى لا يسلب الشيطان إيمانه الآن أو في تلك اللحظات.